عزيزة، طاقة اسمك رقم 9. الصورة القرآنية المناسبة لك هي صورة الزلزلة، الحجر الكريم الملائم، الألماس والياقوت. أنت إنسانة مليئة بالطاقة والحيوية، محبوبة، مضحية، محل ثقة، عادلة، حساسة، مبدعة وكريمة. تحملين العناصر 4 في اسمك: عنصر الماء، وعنصر الهواء، وعنصر التراب، وعنصر النار. تتأقلمين مع كل الأوضاع وتسايرين كل الأعمار. تملكين حاسة 6 قوية وروحانية عالية في اسمك. لديك صفر في حياتك، محسودة، وهذا يعطل الكثير من الأمور ويمنعك من تحقيق أهدافك وطموحاتك. تواجهين بعض الخلافات في حياتك الزوجية. كلمتك مسموعة، ولديك قدرة كبيرة على جذب الآخرين نحوك، وتقعين في عدة مشادات وخلافات من مجتمعك. لديك صفر في حياتك، وقد يعود عليك بالخير والفائدة. والله أعلم، والله الموفق.